أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات عند لفظ رأى قال أن الرؤية هي إدراك المرء وذلك أضرب أربع بحسب قوى النفس، وذكر النوع الرابع أن الرؤية تكون بالعقل، قال: وعلى ذلك قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وعليه أيضا حمل قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا مذهب جمهور أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه بعينه وإنما رآه بقلبه، رآه بقلبه ولم يره بعينه، لأن الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة. نعم.